بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء وبنات طلاب الصف الثالث الثانوي دفعة 2022، كل سنة طيبين. أنا النهاردة بكلمكم ومخلص يونتس مع الطلبة، مخلصين يونت 7 الترم الثاني وبلاس يونت 9 كنا اشتغلنا فيه الحمد لله، ما كانش 8 وصل بالسلامة. طبعا مخلصينهم، فاضلهم جزئية الليسننج هتبقى حاجة هينة بس كجرامر كفوكاب كله الحمد لله انتهى، بلس اللي احنا مخلصين بفضل الله جريت اكسبكتيشنز، وعملنا امتحان تجربه طلبه كانت موفقه فيه، طلبه مش موفقه شد حيلها شويه عشان السنه خلصت. كل سنه طيب. مستر حسن النهارده طالع بيكلمك بيقول لك اللي انت فاضل لك معايا 5 حصص بالظبط ونخلص منهجنا. كل سنه وانت طيب. هنبدا مراجعتنا المعروفه بمعنى فاينل ريفيجن براكتس. فاينل ريفيجن براكتس ان طالب جاي مع مستر حسن يوم 6/4، هتكون انت واخد مذكرة من اول 22/3، يعني انت عدي لي بس الشهر جاي 3 فياخروا معاك المذكرة، تخش معايا شهر 4 ان شاء الله. هما الست حصص بتوعنا فقط مرة واحدة في الاسبوع، تمام؟ يعني يا مستر الميعاد امتى؟ نفس ميعادك. المذكرة هتستلمها بارت 1 3 حصص، بعدها في امتحان تجربة، وبعدين بارت 2 3 حصص. يعني مين بيراجع؟ انت حبيبي اللي بتراجع. مين بيذاكر؟ انت اللي بتذاكر وبتجتهد. بتعمل ايه؟ بتجتهد معايا في يونت 1 و 2 في اول حصة، هجمع لك عليهم ساعة وربع شغل جمال قوي كبراكتس، بنحل كتير قوي. بيبقى فاضل ساعة وربع أخرى تكون مجهز امتحانات كاملة وشاملة، في الغالب بديك 8 امتحانات، 4 محلهم معاك، وفي 4 بيكونوا بالموديل أنسر. بسم الله ما شاء الله المراجعة بتبقى ناجحة. ليه؟ لو أنت من أوائل الجمهورية ثق تماما، لازم 100 كلمة فوق المنهج و100 فكرة فوق المنهج. دي مراجعة ناجحة لأنك بتتدرب قبل الامتحان تقريبا بشهرين. لما أبدأ معاك 6/4 إن شاء الله أخلص في 31/5 آخر مجموعة تكون معايا، يبقى أنا تقريبا خدت شهرين في حلول امتحانات، ودي هي المراجعة الناجحة اللي أنت بتتدرب كتير قوي. طب هتقول إيه السبب؟ السبب إن إحنا جدولنا في اللغة الإنجليزية طول عمره مظلوم. جدولنا في اللغة الإنجليزية مظلوم ليه؟ لأنك في الغالب هيبقى 11/6 امتحان عربي، هتريح يوم تخش الانجليزي على طول، فلازم تكون متدرب كويس جدا. حتى ما عندناش ليلة امتحانات، ليلة امتحان بديها لك قبل العربي. ليه قبل العربي؟ باسبوعين، على اساس تكون معاك المذكره، تطلع وانت بتذاكر حتى العربي بذاكر معاه مذاكره اكزام نايت، اطلع من العربي ما ادورش على المستر ولا ورق المستر، حكت معايا ونتملكوا كلكم التوفيق ان شاء الله وكله يقفل. دي تاني يا حبايبي اسمها مراجعه حل امتحانات، فاينل ريفيجن براكتس، لطالب معايا طول السنه وشقيان جاي يدلع نفسه ويحل امتحانات ويشوف افكار جديده، يبقى انت كده متغطي. طب يا مستر لا هنحط مجموعه على مجموعه وانا هنعمل جداول لها بروباغندا، كل واحد في مجموعته بيحضر حصته عادي خالص جدا جدا ويتوكل على الاول ترك، ولا وتر مدرس زميل اخر في ماده زي الفيزيكس او الكيمستري او حبايبي مدرسين الهيستوري او الجغرافي، معادنا نحتفظ بيه ونمسك فيه بايدنا واسناننا. طيب في طلبة كتيرة طلبوا نعمل امتحان تجربة أخير، هنخليه إن شاء الله بإذن الله بعد مرور 3 حصص هنجمع الناس ونعمل امتحان 26/4، لسه بدري عليه، هيبقى على المنهج كله بإذن الله، وفي الغالب هيبقى على نظام البوكلت، لأن بكلمك والامتحان آخر السنة الاحتمال الأكبر هيبقى بوكلت زي ما الناس كلها بتقول، وده هنتأكد منها مرة والتانية والتالتة، ونعمل بروفة برضو قبل ما نخش اللجان على سيستم البوكلت، ان انت السؤال قدامك وبتحله وليك مساحة وراجع السؤال المقال مرة تانية، والحمد لله انا مرجعه قبل الناس ما ترجعه بحوالي 3 أسابيع. زميلنا حاليا اللي معانا في السنتر وحتى اونلاين بنسمع تراجم مقالية والاسي مقالي، وانا من اول السنة ماسك العصاية من نص الصراحة، من اول حصة من اول اللي نزلته شغال على الونجين الصراحة. مرة انا شغال الاسي كتشويسز وكمقال، وكذلك التراجم شغالين تشويسز وكذلك مقال. كده مبروك علينا، سنتك ان شاء الله نتمنى لك كل خير وكلها شهور عديدة وتخش الجامعة متفوق بإذن الله. طب انا يا مستر واقع في المادة دي خالص، في مراجعة بنعملها اسمها Final Revision Explanation، دي على جنب بقى. طالب مع احترامي ضعيف في المادة، كان بيغيب ياما، خد الموضوع باستهتار والدنيا باظت منه، ده بناخده على جنب ونعمله مراجعة اونلاين خاصة بيه، بنجمع له شغل السنة كله في حوالي 15 حصة مع نفسه بقى ربنا يوفقه، هنديله 15/3 عشان ياخدها في اسبوعين جد بحيث يلتحق بينا ويحل امتحانات. ما تنسوش الانجليزي بنعمله زي الرياضة،
كل ما تحل ياما وتعمل براكتس جميل قوي تعرف فعلا تقفل مادتك. ما تنساش شعار المراجعة بتاعتنا التعلم من الخطأ، يكون معاك قلم احمر وتحل بالقلم الازرق شوية بشوية بتطور نفسك. ده سيستم المراجعة بتاعتنا، جدول عادي خالص، كل واحد في حصته يا اخوانا، مش هنحط مجموعة فوق مجموعة، كل واحد في مكانه، مش هنقلك لمكان يمين ولا شمال ولا قاع اكبر ولا اصغر، انت كده اعصابك هادية خالص. احلى خبر اخر حصة ان شاء الله بناخده مذكرة اسمها اكزام نايت، ونعمل مراجعة كاملة عن المنهج، انا كلمة وانت كلمة، بتكون حفظت منهجك انت اوريدي، هتكون سمعته بطريقة اخيرة ومعاك امتحان تجربة كمان، والهم ده كله بتحل ياما. اتمنى لكم كلكم التوفيق، وكان لازم اهديك من الناحية دي خالص، بس انجز بقى خليك جدع في امتحان التجربة الاخير اللي يبقى 26/4 بالنسبة لنا، وان شاء الله على نظام البوكلت. ان حبكم في الله، بابا حبيبك مستر حسن نجار. باي باي حبيبي.